مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم عالم الزينه. النهارده بنتكلم عن اللاندسكيب. خلونا في الاول نرحب بضيفنا الكريم الباشمهندس احمد صلاح الدين. مرحب بحضرتك. اهلا بيك. اهلا. احنا النهارده بنتكلم عن اللاندسكيب، ولكن الاول خلينا نعرف مشاهدينا يعني ايه لاندسكيب والكلمه نفسها جت منين. اوكي، والله احنا بالنسبه لتعريفنا اللاندسكيب، الكلمه اصلها سنه 1598، دي كلمة ألمانية وظهر الموضوع في ألمانيا، وهو عبارة عن نقدر نقول إن هو جزء من تشطيب الديكورات الخارجية للمكان بشكل عام. والديكورات دي بتنقسم لكذا حاجة، فمنها هنتكلم على الهارد سكيب والسوفت سكيب اللي بيتضمنهم اللاند سكيب. والهارد سكيب عندي بينقسم إلى كل ما هو إنشائي داخل فيه إنشاءات عبارة عن مباني، خرسانات، حمامات سباحه، برجولات، كل الانشطه دي بقدر اقول عليها هارد سكيب. ومن ناحيه ثانيه بنقول على السوفت سكيب اللي هي النباتات الزينه والزراعه، ونقدر ندخل معاها برده شبكه الري. دي التقسيمه بتاعت اللاند سكيب. ايه هي مكونات اللاند سكيب وايه هو الفرق بين الهارد سكيب والسوفت سكيب؟ اوكي، من شويه انا قلت لحضرتك ان الهارد سكيب هي الحاجات السوليد، الحاجات الانشائيه اللي بتتبني، زي حمامات السباحة، زي البرجولات، كمان الحاجات الإنشائية زي البار، زي الشواية، كل دي حاجات بتبقى معانا في اللاند سكيب. ناحية تانية في السوفت سكيب، وهو الحاجات الخاصة بالنباتات الزينة والزراعة، ويدخل معاهم من شبكات. طيب أنا لو عايزة أستخدم لاند سكيب، هل اللاند سكيب ده لازم يكون فيه مساحات كبيرة، مساحات واسعة في فيلل مثلا، أو يكون عندي أرض كبيرة، ولا ممكن أعمل اللاند سكيب مثلا في الشقة بتاعتي في البلكون بتاعي أو حاجة زي كده؟ لا، في الحاجات الأندور إحنا بنقسم الكلام ده كلاند سكيب، هنسميه أندور أو الدور. دايما اللاند سكيب بنتكلم عليه كديكورات خارجية أو الدور، إنما في الأندور مش هيبقى نقدر نقول عليها لاند سكيب، لا دي بتعتبر تشطيبات ديكورات داخلية. انما الديكورات الخارجيه هنقدر نقول عليها لاند سكيب بمعناها الشامل الهارد والسوفت. هنتكلم عن مشروع اللاند سكيب، ازاي بنبدا مشروع اللاند سكيب وايه هي الخطوات اللي بناخدها بعد كده، ولكن خليني الاول اسالك عن التكاليف او الاسعار بتاعه اللاند سكيب. هل اسعار اللاند سكيب بتبقى مكلفه زياده عن اللزوم بالنسبه طبعا للديكورات والتصميمات اللي احنا بنعملها مثلا في الفيلل او في ولا هي بيبقى سعرها اقل شويه ولا اعلى؟ يعني خلينا نتكلم الاول عن تعرف، يعني دايما المشاهد اول حاجه بيسال عليها طب الحاجه دي انا هعملها هتبقى مناسبه ليا مثلا في سعرها في تصميمها ولا لا. فخلينا نتكلم عن السعر كده بالتدريج. انا مثلا لو عندي قطعه ارض عباره عن 20 متر، ال 20 متر دول ممكن يتكلفوا قد ايه؟ لا، هي راجعة مش لتكلفتها بالشكل المباشر ده، لأن زي ما قلت لحضرتك احنا اللاند سكيب 20-30 بند، مش بند زراعة فقط، لا 20-30 بند. لما بنتكلم على لاند سكيب لسكيل معين من الناس في مستوى معين، أصحاب فيلل أو أصحاب بيوت ريفية بيختلف. ممكن صاحب الفيلا يحط حمام سباحة ب 100,000 ب 200,000 عنده، ممكن صاحب البيت الريفي البسيط ما يستغنى عن ده ويعمل شلال بسيط صغير ما يكلفوش اكتر من 5,000 مثلا. فبالتالي هي راجعه للبادجت اللي بيحطه كل فرد هيعمل بيه الانشاءات بتاعته شكلها ايه. يعني انا اللي بحط التكلفه بتاعتي اللي انا اقدر عليها اقدر اعمل بيه اللاند سكيب. يعني العميل نفسه هو اللي بيتحكم في البادجت بتاع التصميم والفينش هيكون شكله ايه، وهو من الاول بيكون داخل عارف هو محتاج ايه بناء على تصميم اتعمل له وتقدم له، فبيبقى فاهم التكلفه والاجماليه رايحه فين، كبيره صغيره متوسطه، لا كبيره وعايز يخفضها، لا كبيره وعايز يكبرها اكتر ويخش في سكيل اكبر لتشطيب اللاند سكيب. طيب احنا النهارده لما نقول مثلا قطعه ارض صغيره ومحتاجه ان انا اشطبها لاند سكيب بمستوى اي كلاس، مستوى عالي جدا، انا لازم اتكلم على حاجات اساسيات في اللاند سكيب ده داخله في الهارد وداخله في السوفت. يعني في الهارد هنتكلم على
لازم يدخل معانا حمامات سباحه، شلالات، نوافيل، بيرجولات. الحاجات دي كلها بتساعد ان اللاندسكيب يدخل على مستوى راقي قوي، يعني مستواه المادي عالي. ولما نيجي نقيمه كمان في السوفت سكيب اللي هي اعمال الزراعه والري، بيجي له انواع من النباتات الزينه، نباتات غاليه، نباتات ليها قيمه، لما حد يشوفها بيبقى عارف قيمتها ايه، زي انواع مثلا النخل الملوكي، نخل السيكاس، الاوجاستا، الرابينالا، كل دي اسماء لنباتات زينه غاليه. ولما بتنزل في لاندسكيب بتخليه عظيم، عظمه قوي، وبتخلي الكلاس بتاعه عالي. وبالتالي في الاول وفي الاخر البادجت اللي هو حاطه العميل هو اللي بيخلينا نروح لتصميم معين بهارد سكيب وسوفت سكيب مناسبين للبادجت والتكلفه اللي هو عايزها، وبناء عليها المنظر بيخرج في الاخر مناسب ليه. طبعا احنا اهل خبره في الجزئيه دي، فبالتالي هو لما يوظف الماديات بتاعه مع ناس زينا انا او غيري في المجال ده في مصر، هيبتدي يبقى رايح مع ايد امينه، بحيث ان هو عارف فلوسه رايحه فين، عارف هيوجهها فين، عارف هيخليها المكان في الاخر شكله غني ازاي. ده باختصار اللي ممكن نقوله لما يكون العميل، وبقعد مع العميل في الاول بفهمه انت محتاج مستوى عالي ولا متوسط ولا اقل، عشان يبقى فاهم البادجت بتاعه والتكلفه بتاعته هو رايح معايا فين في الاخر. طيب لو انا عايزه ابدا مشروع اللاندسكيب، ايه اول خطوه؟ اول حاجه احنا بنستلم في مشروع اللاندسكيب الارض فاضيه، فبالتالي احنا بنخش على تسويات الارض، وتسويات الارض بحيث لو قابلنا معوقات كتير بنحاول نشيلها، بنساوي الارض بردم معين، بنخش على مناسيب الارض وبنساويها بمناسيب الاوتوكاد بحيث يبقى المنسوب مظبوط مع الليفل بتاع المكان اللي احنا فيه. بعد ما بنخش على تسويات الارض بنبتدي نهتم بحاجتين، ان احنا نمد الارضيه الاضاءه هتمشي ازاي كخطوط، كمان احنا بنمد مواسير الري والصرف بتاعه المكان. دي اساسيات اللي تحت الارض اللي محدش شايفها. بعد كده بنبتدي ندخل على اللي احنا شايفينه من فوق واللي احنا كنا حاطينه على تصميم قبل كده، اللي هي ايه؟ الحاجات الانشائيه اللي العين شايفاها، مشايات، ارضيات، برجولات، اسوار، زراعه، حوليات، احواض زهور، نباتات الزينه متوزعه بشكل منتظم بناء على التصميم اللي احنا عاملينه، وهكذا لحد لما يخرج التصميم معانا في الاخر متكامل بكل العناصر بتاعته من هارد سكيب وسوفت سكيب. بعد كل الخطوات اللي حضرتك بتتكلم عنها دي، لازم اول خطوه انا بالنسبه لي كواحد ببدا مشروع لاندسكيب او ما الى ذلك، بفكر انا هجيب النباتات اللي بستخدمها في اللاندسكيب منين؟ هل بجيبها من بره؟ هل هي نباتات محليه؟ ولو انا بستوردها منين؟ اوكي، احنا في مصر معظم المنتجات عندنا منتجات محليه من المشاتل المحليه، مناسبه جدا للبيئه وللطقس وللجو المصري. ما ينفعش ان انا اجيب حاجات من اوروبا مثلا واقول عليها نباتات زينه تصلح في مصر، او حاجات استوائيه بتحتاج حر ورطوبه بنسبه كبيره واحطها في مصر. لا، كل بيئه الجو بتاعها بيكون مناسب ليها. احنا عندنا في مصر عندنا فرايتي كويس قوي، نسبه معظم نباتات الزينه على مستوى العالم بنسبه 90% موجوده في مصر، في مشاتل عندنا في مصر اللي بيتعمل لها الانشاء بتاعها من اول بيكون عقله او بذره، وبنبتدي المشاريع عندنا بتاخدها وتبتدي تكبر فيها. لكن في جزء ممكن نستورده زي نباتات الزينه الاندور، بنستوردها ساعات من هولندا وبتكون صالحه جدا للبيئه المصريه وبيكون ليها شكل عام بشكل كويس جدا. طيب يا باشمهندس، خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نتكلم عن الامراض اللي بتصيب نباتات اللاندسكيب، ايه هي مظاهرها واسبابها وازاي نقدر نعالجها. هنتكلم كمان عن التقليم والتسميد والري لنباتات اللاندسكيب، وازاي بنزين نباتات اللاندسكيب كمان بالاضافه لان هي اصلا زينه بحد ذاتها. كل ده ان شاء الله هنعرفه، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، لسه مكملين في عالم الزينه وبنتكلم عن اللاندسكيب، ومستمرين مع باشمهندس احمد صلاح الدين
قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الامراض اللي بتصيب نباتات اللاندسكيب، ايه هي انواع الامراض دي ومظاهرها، ازاي نعرف ان احنا عندنا امراض في نباتات اللاندسكيب وازاي نقدر نعالجها. كل ده نرجع تاني نعرفه من باشمهندس احمد صلاح. برحب بحضرتك مره تانية. اهلا بيك. ايه هي انواع الامراض اللي ممكن تصيب نباتات اللاندسكيب؟ الامراض اللي بتصيب نباتات الزينه عموما كتير قوي، وفي منها نتيجة أخطاء بشرية بتظهر، وفي منها نتيجة نقص عناصر تسميد، وفي منها نتيجة أمراض فطرية وبكتيرية موجودة في الأرض اللي اتزرعت فيها، وبيبان تأثيرها بشكل واضح قوي ومباشر على شكل الورقة. في عندنا حاجة زي الباق الدقيق، وفي حاجة زي الزغب الأبيض، وفي زي اللفحة، وفي الندوة العسلية، وفي النيماتودا. دي كلها أمراض وأسماء لأمراض مكافحتها سهلة بمبيدات معينة، وتأثيرها بيكون واضح على الورقة، وصاحب المكان لازم يكون عارف الحديقة بتاعته أو الجنينة بتاعته مصابة بإيه، لأنه ممكن تجيله أمراض من جنينة مجاورة تعديله الجنينة كلها بتاعته، وممكن تبقى حاجة بسيطة يقدر هو بمبيد بسيط في فترة زمنية بسيطة يوم أو اتنين يتخلص منها، ممكن لو أهمل فيها طبعا الموضوع يكبر جدا وتصاب الجنينة كلها بمرض يكون صعب جدا، ويكون الحل إنها لازم كلها تتغير من جديد. وبناء عليه المبيدات مهمة قوي إن يبقى عند العميل خبرة ولو بسيطة، إذا ما كانش بيعمل صيانة مع شركة، إنه جاست يبص على الورقة يفهم من الورقة، يكون عنده خلفية زراعية بسيطة، مش لازم تكون متعمقة قوي، هي الورقة نفسها العام فيها إنها يكون خضرها واضح قوي. إذا الخضار ده اتغير بصفرار أو بقى بني أو اتحرق أو الورقة عموما حتى سقطت وقعت، كل دي علامة على إن في حاجات ناقصة في عناصر التغذية، يا زايدة قوي في الأرض وتسببت في كده، يا ناقصة جدا وتسببت في كده، أو إن الحشرة نفسها أو المرض نفسه أو الفطر أو البكتيريا دخل وتوغل جوه النبات وأصابها الإصابة المباشرة دي. ايه النتائج اللي ممكن تعود على نبات اللاندسكيب اذا اصيب بهذه الامراض؟ ممكن تلحقيه ويرجع زي ما كان، واذا تم اهماله نهايته ان هو هيموت، ده كائن حي زي الانسان، اذا سبتيه في حاله مرضيه فتره زمنيه كبيره بدون اي علاج نهايته موت. نفس الشيء مع النبات. طيب بشكل عام بقى خلينا نجمل للمشاهد الخطوات اللي انا لازم اخدها لما الاقي عندي امراض ظهرت على نباتات اللاندسكيب، اعمل ايه؟ مبدئيا لازم يلم الاوراق المصابه ويحرقها ويخرجها بره الحديقه بتاعته، لازم يدور على السبب المباشر والغير مباشر في ظهور الامراض. يعني مثلا هديكي مثال بسيط، النجيله دي ممكن لو انت اديت لها ميه كتير جدا تموت، ممكن لو خدت ميه قليله جدا هتموت، والموت في الحالتين مش بسبب بقى الميه، لا بسبب غير مباشر، ان الميه عملت عفن في الارض فزودت امراض كتيره، جابت حشرات، جابت كائنات حيه دقيقه ممكن تتسبب في اكل جذور النجيله، فتظهر عندك بقع باشكال مختلفه جدا من اصفر لبني لاسود حاجة تحس انها محروقة. كل دي باسباب ايه؟ يا نقص مية جامد جدا، يا زادت مية جامدة جدا، واللي بيترتب عليها وجود فطريات وبكتيريا في الارض، فبالتالي بيبان في البقعة الخضراء ان النبات ده مصاب بحاجة. فلازم ساعتها لازم العميل او صاحب المكان يكون عنده دراية باللي شايفه بعينيه، هل دي محتاجة تسميد؟ هل محتاجة مبيد؟ هل محتاجة تغيير خالص ده ما فيش فيها امل؟ هل محتاجة رش لفترة بسيطة؟ مبيد قوي ولا ضعيف؟ السوق المصري مليان أنواع مبيدات كتير جدا، لازم نكون عارفين كل مبيد رايح فين، هيفيد في إيه، هيكون قوي مع إيه وضعيف مع إيه. الحاجات دي كلها لازم تكون الإنسان اللي عنده حديقة يكلفها تكلفة كبيرة لازم يكون عنده دراية بيها، وإلا ممكن تسقط منه حاجات كتير قوي، أو إنه رايح دماغه يديها لشركة صيانة تبقى هي واخدة الشكل الجميل طول السنه بناء على الصيانه بتاعها، تكون متخصصه بتاعها. تمام. طيب ما دمت حضرتك اتكلمت عن الميه والري بشكل عام، خلينا نتغلغل اكتر في نباتات اللاندسكيب ونتكلم عن الزراعه بقى.
ازاي نسمي النباتات اللاند سكيب والري والتقليم، يعني خلينا نتكلم عن العمليات الزراعيه لنباتات اللاند سكيب. اوكي، انا النهارده لما يكون عندي حديقه وعايزها في احسن صوره طول السنه لازم اهتم بالتسميد جدا، والتسميد عندي هيكون في السنه على الاقل مرتين. معظم الناس بتتحرك في شهر 11 بتدي تسميد، وفي شهر 3. التسميد مع التقليم حاجه مهمه قوي في دخله الشتاء، لازم اعمل الاثنين. وفي فتره البرد في يناير لازم يكون قبلها بشهر، شهر 12 لازم ادعم الارض بكمبوست نباتي يدفي التربه، يدي عناصر ويحافظ على العناصر بتاعته اللي بتغذي النباتات في الفتره دي. لازم احافظ كمان ان الميه ما تكونش كتير في الفتره دي، لازم الميه تبقى بحساب، لازم اكون ظابط دوره شبكات الري انها ما تكونش بزياده، لان قلنا الميه الزياده ممكن تؤدي الى فطريات وبكتيريا وممكن يظهر عندي امراض كتير. فبالتالي التسميد حاجه مهمه قوي. من اشهر انواع التسميد اللي ممكن يحصل لنباتات زينه اخد بيه خير الجنينه شكلا وموضوعا، عندي الكبريت والفوسفات والنترات واليوريا. دول اربع حاجات مهمين جدا ان اتحرك بيهم في فترات التسميد بتاعي طول السنه اللي بيكون على مرتين. ممكن استغنى عن كل ده وتجيني مثلا شكاره واحده فيها كل العناصر الكبرى والصغرى اللي بتفيد المجموع الخضري والجذري في وقت واحد، لكن انا لو انا بتعامل مع الجنينه بشكل احترافي هقدر اديها اللي هي محتاجاه بالظبط في الفتره الزمنيه، وبناء على شكل الورقه نفسه، شكل الورقه نفسه بقدر اعرف هي ناقصه ايه، العناصر اللي ناقصه فيها ايه فاديها لها، وبالتالي الجنينه عندي تبقى على اعلى مستوى خضار وتنسيقي طول السنه كده. طيب ده بالنسبه للتسميد. التقليم بقى، لو يعني عايز ازيد من نباتات اللاندسكيب جمالا طبعا هضطر وهلجا لتقليمها. ازاي ممكن صاحب اللاندسكيب او اللي بيعمل لاندسكيب يقلل النباتات؟ التقليم عندي هيكون باتجاهين. في دخلة الشتاء انا بحاول اقلل معظم الاشجار والشجارات عندي بحيث انها التغذية بتبقى قليلة، بتبقى العصارة اللي بتتحرك نتيجة البرد في الشتاء داخل النباتات بتبقى قليلة، فبحاول اشيل اجزاء منها. كمان بحاول اخلي الشجرة قدامي مش فروحها مش كتير، لان انا عندي الفروع بتزيد بنمو نتيجة حر، انا داخل على شتاء مش محتاج ان عندي نباتات بزياده بالمنظر ده، فبحاول ان انا اعمل تقليم قوي في دخله الشتاء. في تقليم تاني ينتج عنه شكل جمالي، يعني مثلا انا لما يكون عندي شجره سرو ليمون وعايز اعمل فيها شكل جمالي بكتابه او بشكل معين، بحاول ان انا اخلي الشجره دي واخداه او شيب معين، ده اسمه تقليم عشان احصل على شكل زينه متقدم في المنظر، غير مختلف خالص عن التقليم الناتج عن ان انا بقلم اشجار في دخلة شتاء علشان التغذيه مش هتوصل لاطراف الشجره ده. تمام. ما دام حضرتك بقى اتكلمت عن المظهر الجمالي واتكلمنا عن التقليم، كمان احنا ممكن نزيد اكتر واكتر من شكل اللاندسكيب ونحط له مثلا اضاءه. ازاي ممكن نزود عناصر الاضاءه دي لللاندسكيب؟ امتى بقى نقول لا ما تزيدش قوي علشان ما تكونش مثلا شكلها مش لطيف او كده؟ يعني خلينا نتكلم عن الحدود اللي ممكن نحط فيها الاضاءه لللاندسكيب. اوكي، احنا لو اتكلمنا عن الاضاءه فهي الاضاءه داخله من بنود الهارد سكيب في اللاندسكيب. الاضاءه بتنقسم لحاجات كتير قوي. انا ما عندي يكون عندي جنينه مش هحط فيها لمبه في اي مكان وخلاص، لا، ده الاضاءه بتنقسم لاعمده، عمدان، وبويلرات، وسبوتات، وكشافات. كل دي حاجات رايحه، كل حاجه موظفه في مكانها. يعني انا مثلا لو عندي نخله طويله وعايز اعمل لها اضاءه ليليه مختلفه خالص لما اجي اعمل سور شجري اعمل له اضاءه، مختلف خالص لما يكون عندي حوض زرع عايز اعمل له اضاءه، مختلف لما يكون عندي نباتات في صاله داخليه انبور وعايز اعمل لها اضاءه هاديه. كل حاجه ليها توظيف بشكل، لكن عموما الاضاءه ما بتحتاجش انها تبقى شديده جدا مع النباتات، وما تحتاجش كمان انها تبقى قريبه قوي، لان يعني لو قريبه قوي بتطلع صهد حراري ممكن يحرق النبات ويسبب فيه.
شكل شادو مش مباشر، لا جاية كظل وخيال ظل. الكلام ده بيظهر جماليات التدخل بتاع النبات بشكل كويس قوي. يعني انا لو عندي سور شجري بحط تحت سبوتات حربة متوزعة على مسافات مثلا كل 3-4 متر وموجهة له. بالليل لما تشوف المنظر ده هتلاقيها مدية ظل وخيال ظل للشجرة بشكل كويس جدا. مش مقصود ان رؤية النباتات هنا في الجناين ان الشخص يقرأ عليها جورنال مثلا، لا، إضاءة النباتات في اللاندسكيب في جزئية الهاردسكيب لا لازم تبقى ضعيفة وهادية، ما تبقاش زعقة قوي بكده. يا باشمهندس احنا النهاردة اتكلمنا عن اللاندسكيب، عرفنا اللاندسكيب وأصل كلمة اللاندسكيب منين، اتكلمنا عن مكوناته وأنواعه، وكمان اتكلمنا عن الأمراض اللي ممكن تصيب نباتات اللاندسكيب وازاي نقدر نعالجها، واتكلمنا عن العمليات الزراعيه والاضاءه اللي ممكن نضيفها كمان لللاندسكيب علشان تزيدها اكتر جمالا. خلونا في نهايه حلقتنا نشكر باشمهندس احمد صلاح الدين، مشكورك يا فندم، شكرا جزيلا. مشاهدينا احنا النهارده عملنا لوحه من لوحات الفنانين الزراعيين عندنا اللي بتظهر في الاخر في شكل جنينه في بستان. استنونا وزينه جديده في عالم الزينه وحلقه اخرى ان شاء الله.